مطلوب. يعني الوحدة الوطنية يجب أن تتجسد على أرض فلسطين في الضفة وغزة. قضية الأسرة هي توحدنا، هم من ناضل وضحوا من أجل قضية وطنية عادلة بامتياز، منهم ابن فتح وابن حماس والشعبية والجهاد والديمقراطية والحزب وكل فصائل أبناء عشر موجودين في سجون الاحتلال، وهم موحدون الآن، موحدون وهم على قلب رجل واحد، لديهم خطوات نضالية ضمن برنامج وطني نضالي، وهي معركة الأمعاء الخاوية، الإضراب المفتوحة من الطعام، هذه يعني آخر سلاح بيستخدموه الأسرة عند وصولهم لمرحلة خلص، يعني لا يوجد هناك أي تحقيق مطالب من قبل مصلحة دار السجون. وأخيرا زيارة بن غفير إلى النقب وبعض السجون وإصدار تعليماته لإدارة مصلحة سجون الاحتلال بالمضايقات، بجملة من المضايقات والعقوبات مثل تقليل الاستحمام والماء الساخن والفورة اللي هي بسموها النزهة، وأيضا والطعام والزيارات والزيارات وزيارات الأهالي والتفتيش العاري والجسدي والمضايقات ومنعهم من الطعام، هذه كلها مضايقات. الآن أسرانا لديهم خطوة نضالية، سيكون إضراب الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام، وهو آخر سلاح كما قلت. مطلوب وحدة وطنية، مطلوب إعلان النفير في كل محافظات الوطن، واليوم في غزة والضفة ورام الله ونابلس وكل محافظات الوطن في هناك وقفات جماهيرية أمام مكاتب الصليب الأحمر الدولية في كل محافظة في الوطن، استنكارا لسياسات الهمجية والنازية والفاشية المرتكبة بحق أسرانا، وأيضا أمام مكاتب الصليب لنشر رسالتنا للعالم أجمع، مجتمع دولي، هيئة المتحدة، حقوق إنسان، مكاتب صليب أحمر دولية، عليها أن تتحمل مسؤولياتها. وهنا أيضا باسم فصائل العمل الوطني ومؤسسات ونداسير كل مؤسسات وفعاليات وذوي الأسرى، نحمل الصليب الأحمر والمجتمع الدولي والاحتلال مسؤولية عن حياة أسرانا. هم أسرى حرية، حقهم أن ينالوا الإفراج العادل فورا، لكن هم اليوم يطالبوا بأبسط الحقوق المعيشية لتحسين ظروفهم داخل السجون. هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويتنافى عن مواثيق دولية أقرها مجلس أمن وحقوق الإنسان. علينا كما قلت وحدة وطنية جماهيرية في كل الوطن للوقوف أمام هذه القضية الواطية وأيضا القضية العادلة لنصرة أسرانا، وإن شاء الله نصر حليب أسرانا بإذن الله تعالى.